اليوم العالمي للادخار، لما بيجي يوم 31 اكتوبر هو ده اليوم العالمي للادخار. العالم كله بيحتفل باليوم ده لتشجيع الناس على الادخار، ومنه ينشر الثقافة المصرفية والمالية زي ما بنعمل كده على قناة صباح البنوك، ان احنا بنعرفكم بكل الخدمات والمنتجات المتاحة داخل القطاع المصرفي المصري. ان شاء الله بنحاول ان احنا واحدة واحدة كده ونخرج للقطاع المصرفي في الإمارات والسعودية، لكن حاليا بنغطي السوق المصرفي المصري. البنوك بتحتفل باليوم العالمي بالادخار بطرق متعددة، إما إن هي بتروح الجامعات وبتروح الأماكن العامة وتقعد تتكلم على البنوك وهي البنوك والخدمات اللي بتقدمها داخل القطاع المصرفي والأوعية المختلفة، أو إن هي بتطرح خدمات ومنتجات جديدة للعملاء في اليوم العالمي للادخار. هنتكلم على بنك فيصل الإسلامي وهي الخدمات اللي بيقدمها بنك فيصل الإسلامي في اليوم العالمي للادخار. طبعا لو حضرتك متواجد في أي بنك تقدر إنك أنت تتصل بالبنك بتاعك وتعرف إيه المتاح في اليوم العالمي للادخار، او اكتب لنا ان احنا نتواصل مع البنك اللي حضرتك موجود فيه ونشوف لك ايه الخدمات اللي بيقدمها. بس تقريبا اللي هنقوله مع بنك فيصل هتلاقوه متاح في كل البنوك. بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، يفعل خاصيه الجرس، يشارك الاصدقاء، وتعالوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي قناة صباح البنوك. اليوم العالمي للادخار 31 أكتوبر القادم، البنوك بتقدم عروض حصرية بمناسبة اليوم العالمي. البنوك تقريبا بتحتفل 4 أو 5 مرات في السنة لنشر الثقافة المالية والشمول المالي، ودي مبادرة أصلا من البنك المركزي المصري بهدف وصول الخدمات المالية لكل مواطن داخل الدولة المصرية. معنا بنك فيصل الإسلامي المصري بيقدم مجموعة من العروض الحصرية بمناسبة اليوم العالمي للادخار، وزي ما قلنا ممكن تلاقوها في أي بنك آخر. العروض اللي بيقدمها إن حضرتك بتقدر تفتح حساب بدون مصاريف مجاني، يعني مفيش مصاريف على فتح الحساب، أيضا بدون حد أدنى. في بعض البنوك بتحط حد أدنى 3000، وبعض البنوك بتحط حد أدنى 10000. هنا مفيش شرط للحد الأدنى، بس يفضل أنك أنت تحط مبلغ كده زي 500 جنيه بحيث يبقى موجودة في الحساب. تاخد بطاقة الخصم، ميزة مجاني، البطاقة بتقدر تتعامل على حسابك بسهولة زي محفظة بتحط فيها فلوس وتسحب منها فلوس، هو حسابك، كل مداخل الحساب دي حاجة تخصك والبنك أمين عليها. حضرتك حبيت تسحب فلوس بتسحبها، حبيت تحط فلوس بتحطها، حبيت انك انت تعمل اي معاملات عن طريق بطاقة الخصم، اي عمليات مشتريات يعني، بتقدر تعمل عملية المشتريات. طبعا لو المبلغ كبير في الحساب انا بنصح دايما اعمل مع البنك البطاقة المدفوعة مقدما للمشتريات، بتكون افضل. بتشترك في محفظة فيصل كاش مجاني، محفظة فيصل كاش تقدر انك انت تعمل عن طريقها معاملات كتيرة جدا. احنا في مصر هنا بادئين اليوم العالمي للادخار من اول شهر اكتوبر وهينتهي في 31 اكتوبر. ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري الأستاذ عبد الحميد أبو موسى قال إن البنك المركزي بيقوم بدور كبير جدا في تحقيق الشمول المالي اللي بيستهدف الفئات المهمشة وبيستهدف وصول الخدمات المصرفية لكافة المواطنين. وأشار محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري إلى أهمية اليوم العالمي للادخار في رفع الوعي بأهمية الادخار للأفراد والأسر والكيانات، بما يساهم في ترشيد واستغلال أمثل للموارد المتاحة، مما يمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي ويعزز فرص التنمية داخل المجتمع من خلال دعم معدل الاستثمار، وبما يعود مرة أخرى بالنفع على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وقال إن بنك فيصل كان في مقدمة البنوك التي استعدت لفعالية اليوم العالمي للادخار من خلال نشر المادة الدعائية على المواقع الإلكترونية للبنك وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصحف اليومية وعلى شاشات ماكينات الصراف الآلي للبنك.
إلى جانب إعداد وطباعة نشرة تعريفية متضمنة الخدمات التي يقدمها البنك خلال الاحتفالية ضمن فعاليات الشمول المالي. عملية التوعية اللي بتقوم بها البنوك في مختلف المحافظات بزيارة سواء للجامعات أو من خلال فروع البنوك أو الماكينات أو مواقع الخاصة بالبنوك أو صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالبنوك، وإحنا كمان كصباح البنوك بنساهم معهم في موضوع نشر الثقافة المالية والمصرفية، وده يمكن كان الهدف الأساسي اللي من أجله عملنا قناة صباح البنوك بهدف التوعية بما يحدث داخل القطاع المصرفي ونشر المنتجات والخدمات المصرفية وشرح كل منتج لحضراتكم بحيث تبقى حضرتك ملم بيه قبل ما تقعد مع خدمة العملاء. في النهاية بنك فيصل الإسلامي بيحتفل باليوم العالمي للإدخار، وكذلك بنوك مصرية كتيرة بتحتفل باليوم العالمي للإدخار. في اليوم دوا بيكون في تسهيل في فتح الحسابات، مفيش مصاريف على فتح الحساب، وفي حاجات كتيرة مرتبطة بالحساب بتبقى مجانية زي بطاقة الخصم مجانية، زي المحفظة الإلكترونية مجانية، زي الإنترنت مجاني، الموبايل البنكي مجاني، وخدمات أخرى كتير وعروض بتبقى مجانية مع الاحتفال باليوم العالمي للإدخار اللي بيساعد على تحقيق الشمول المالي. بنذكر حضراتكم ما اشتركش يشترك، يفعل خاصية الجرس، يشارك الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. الإجراءات الامنية وانت بتستخدم الخدمات المصرفية عن طريق الموبايل او المحمول مهمة جدا، لازم نراعيها بحيث انك انت ما تتعرضش لعمليات سرقة، ما تتعرضش لاي هاكرز على الجهاز بتاعك ياخد كل الداتا بتاعتك ويبدأ يستخدمها براحته. فمهم جدا واحنا بنستخدم خدماتنا المصرفية نتبع الارشادات الامنية اللي خاصة بكده. احنا اعتمدنا في الارشادات دي الموجودة في الحق.